السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دائما. في حلقة اليوم سوف نستكمل باقي اتصالات حرف الهاء في خط النسخ، وهتكون الحلقة الأخيرة هنخلص فيها جميع الاتصالات الباقية مع حرف الهاء. احنا توقفنا في الحلقة السابقة عند اتصال حرف الهاء بحرف الميم. نركز كده وهنبدأ في اتصال حرف الهاء مع حرف النون. زي ما احنا تعودنا في كتابة حرف الهاء، قلنا حرف الهاء ببدأ بعبارة عن نقطة وعريضة، وأنا ونازل بنزل ألف في إيدي، حس دي الجزء اللي من أسفل رفيع، وبعد كده بسحب وبتلتين البوصة أعمل صعود مقدار نقطة، وبعد كده بلف في إيدي، وبعد كده هنا بضع الفاء أو القاف الوسطية، وهنزل كده الجزء ده أهو، وأعمل إيه حرف النون. احنا في النون عندنا اللي هي المجموعة، وفي النون المرسلة. النون المجموعة بالشكل ده اهو، نزول بعدين هبدأ صعود، وبعدين ادور ايدي ناحية اليمين بالشكل ده، هضع النقطة طبعا في الوسط ومن اعلى. تمام، نعمل التشكيل بتاعنا، او لو عملنا فتح او لو عملنا ضم بالشكل ده، حبينا نعمل برضو سكون، ولو حبينا نعمل تحت الهاء الكسر أو تحت النون نفس الموضوع بالشكل ده. طيب نشوف التقنين بتاعنا عشان نفكر نفسينا بالتقنين بتاع حرف الهاء، وقلنا عرض المسافة دي نقطتين. تمام، وطبعا الطول بتاعها برضو ارتفاعه ايه نقطتين، واحنا قلنا الهاء في ميل مقدار ايه مقدار نقطة، ده مظبوط. خروج الهاء احنا قلنا الجزء ده مقداره ايه نصف ايه نصف ايه نقطة، ومن اسفل بيكون في صعود ثم نزول، بيديني الشكل من تحت تقريبا شكل ايه مثلث. الهاء نفسها احنا قلنا بعد الهاء مسافة ايه مسافة نقطة بينها ما بين ايه حرف النون. حرف النون نفسه برضو احنا بنكرر في كل الاتصالات تقنين جميع الحروف بحيث الحروف تثبت. نزول قلنا احنا الجزء ده نقطتين، داخل النون بيكون مقدار 3 نقاط، وارتفاع الجزء الاول ده الضلع الاول ده نقطتين، وطبعا احنا قلنا البداية بتكون مرتفعة عن نهاية النون، وطبعا برضو بالشكل ده هنا في ربع نقطة وهنا في ايه مسافة ربع نقطة. لو حبينا نعمل اتصال الهاء مع حرف النون ونعمل النون ايه اللي هي مرسلة، هنشوف كده مع بعضينا. برضو الهاء ما فيهاش اي اختلاف اهو، عريض وانزل والف ايدي بالراحة كده بالتدريج، اديني سمك رفيع. تمام، بنزل بعد كده من هنا الجزء ده واصعد بتلتين البوصة واطلع واعمل الفاء او القاف الوسطية ومسافة نقطة، وانزل واعمل ايه هعمل حرف النون. حرف النون المرسل باخد من الجزء ده وابدأ نزول. تمام، وبعد يعني المسافة دي مقدارها 4 نقاط، وبعد كده تقريبا بمشي برضو مسافة 4 نقاط، وبعد كده ببدأ في الصعود. ببدأ ايه في الصعود بالشكل ده، تمام كده احنا عملنا ايه الكاسة المرسلة. بضع النقطة بتاعتنا فين؟ بيكون في الجنب ناحية ايه اليمين اهو، موضحهاش في الوسط، لان في الغالب بنركب اي حرف تاني في
في داخل ايه النون المرسلة. نعمل التقنية الحركات، وعملنا برضو هنا ضم وتحت الهاء نوع من الكسر الموضوع ده. ولو حبينا نعمل كسر تحت النون المرسلة يكون هنا من أسفل. نشوف بقى التقنين برضو، الهاء ما فيهاش أي اختلاف، نقطتين ومين نقطة ونزولها نقطتين، تمام. برضو بينها ما بين النون مقدار نقطة، وبس احنا هنا حرف النون نفسه بيكون الكاسة بتاعته نزولها نقطتين، والجزء هنا من أسفل مقداره ايه مقدار نقطتين. هنشوف بعد كده الاتصال اللي بعده اللي هو ايه اتصال الهاء بحرف ايه الواو. هنعمل اتصال الهاء بالواو داخل كاسة النون. أبدأ برضو احنا قلنا نقطة كده وانزل والف ايدي انا ونازل اهو، ادتني سمك رفيع، وبعد كده تلتين البوصة واصعد وانزل هنا في النون في حرف الواو، بصعد صعود خفيف وبعد كده بمشي بسن البوصة كده، وبعد كده انزل ايه واقفل ايه الفراغ بتاعي، اقفل الرأس بتاعت الواو وانزل اعمل الجسم بتاعها. هو عبارة عن ايه جسم حرف ايه الراء بالشكل ده. تمام، هنعمل الحركات، لو عملنا فتح لو عملنا هنا ضم، وحبينا نعمل سكون والكسر تحت الهاء والكسر تحت الواو الموضوع ده. التقنين بتاعنا برضو اهو، نقطتين الهاء من نقطة نزول نقطتين اختلفش، بين الهاء وبين حرف الواو مقدار ايه مقدار نقطة. رأس الواو نفسها الجزء ده مقداره نقطة ونص، تمام. هنا الجزء ده بيكون من نقطتين لثلاث ايه لثلاث نقاط، وطبعا احنا قلنا نزول الواو مقدار نقطتين، وهي بيكون في ميل مقدار نقطة اسفل ايه اسفل الواو. نشوف بقى اتصال الهاء مع حرف ايه حرف الحاء. ونحن في الهاء المنتهية في معنا شكلين، الهاء اللي هي المخطوفة والهاء المنتهية العادية. نشوف طب الهاء اتصال الهاء مع الهاء المخطوفة اهو، بعد ما بنزل كده بصعد تاني اهو مقدار نقطة، وبعد كده بلف ايدي بالشكل ده، تمام. نعمل الحركات، عملنا كسر تحت الهاء او تحت الهاء منتهية بالشكل ده. التقنين بتاعنا برضو اهو، الجزء ده مقدار نقطتين وهنا في مقدار نقطة، ونزول مقدار ايه نقطتين، وبين الهاء المبتدئة والهاء المنتهية في مقدار نقطة. واحنا قلنا الهاء المنتهية المسافة بتاعتها مقدار نقطتين، ولو عملنا خط كده هنلاقي في تحت الهاء مقدار ايه فراغ مقدار نقطة، وطبعا هنا في فراغ شكله ايه مثلث. دي الهاء ايه المخطوفة. طب لو حبينا نشوف بقى اتصال الهاء مع الهاء ايه العادية التانية اهو،
برضو بنزل ولف ايدي. تلتين بوصة واطلع وانزل تاني وهنزل وهمشي هنا مقدار نقطتين، وبعد كده بصعد بالشكل ده. الصعود بتاعي بيكون بميل ناحية ايه؟ ناحية اليسار، وبكون مرتفع فوق بداية الهاء بمقدار نقطة. واحنا زي ما قلنا بنقسم الجزء ده لثلاث أقسام، يعني قسم اثنين ثلاثة، وباقي من في نهاية الجزء الأول ده كده أهو. وأصعد وألف وأقفل بالشكل ده، وكده احنا عملنا ايه؟ الهاء المنتهية. برضو حركات، وحبينا برضو نعمل الهاء، أو لو حبينا نعمل كسر وسكون بالشكل ده. يعني بعتذر للسادة المشاهدين لو في أي صوت خارج، يعني بسبب بعض الأطفال يعني في الشارع. طبعا هو المفروض دلوقتي في وقت حظر ومحدش خارج المنازل، لكن طبعا احنا عندنا ما شاء الله من كل الساعة 2 و3 الأولاد بيلعبوا في الشارع عادي يعني. المهم ما علينا، احنا قلنا هنا في فراغ مقدار ايه؟ مقدار نقطتين، تمام. والجزء ده مقداره 3 نقاط، وطبعا تحت الهاء مقدار نقطة، وهنا فوق الهاء مقدار نقطة، والجزء ده مقدار ايه؟ مقدار نقطة. وتحت الهاء هنا في ايه؟ في فراغ، وشكله ايه؟ فراغ شكله ايه؟ مثلث. شوف بعد كده الاتصال اللي بعده، حرف الهاء مع حرف ايه؟ اللام ألف. قبل ما نكتب حرف الهاء مع حرف اللام ألف، ممكن نكتب ايه؟ اتصالات حرف الهاء اللي في البداية وفي الوسط وفي النهاية مع بعضهم كده اهو. هذه الهاء المبتدئة نقطة، ونزلنا لفينا ايدنا، وبعد كده وهنعمل هنا الهاء معلقة، تمام. ونعمل بعد كده الهاء أذن الفرس بالشكل ده. وبعد كده نعمل الهاء المنتهية اللي احنا لسه عاملينها من شوية بالشكل ده. كده احنا عملنا ايه؟ 4 أشكال وأربع حروف من حروف حرف الهاء. وطبعا الحروف دي لو قرناهم مع بعض هنسمع أحلى ابتسامة أو ضحكة من أعزائي المشاهدين. طبعا نعمل حلية من الفراغ، طبعا ما ننساش الهاء الأذن الفرس دي لازم الجزء ده بيكون ظاهر من أسفل، يعني بعد ما أكتب لازم أخلي الطرف ده يظهر نصف إيه؟ نصف عرض القلم يكون ظاهر إيه؟ من أسفل، تمام. نعمل كده برضو هنا سكون والحركة بتاعت الهاء. نعمل طب كسر تحت الهاء، ولو حبينا نعمل كسر تحت الهاء في الموضوع ده. شوف التقنين بتاعنا برضو الجزء ده مقداره نقطتين، طبعا في ميل مقدار ايه؟ مقدار نقطة، وفي تحت أسفل نصف نقطة، وطبعا نزول الهاء المعلقة دي قلنا فيه مقدار نقطتين، وبين الهاء ودي مقدار نقطة.
وبين الهاء والهاء المنتهية مقدار ايه؟ نقطتين. وقلنا احنا الهاء دي تكون مقدارها نقطتين، ولو عملنا خط كده هنلاقي ان هنا في مقدار نقطة وهنا في فراغ، تمام. وهنا الهاء دي الجزء ده مقداره نقطة ونص، وهنا طبعا في مقدار ايه؟ مقدار نقطة، والجزء ده نقطة، والمسافة دي مقدار ايه؟ نقطة. وطبعا احنا قلنا هنا في 3 ايه؟ نقاط. ده اتصال حرف الهاء بحرف الهاء الوسطي والمنتهي. نشوف بقى اتصال الهاء بحرف ايه؟ اللام ألف، تمام. الهاء برضو اهو ما فيهاش اي اختلاف، واصعد والف ايدي واعمل ايه، وهنا بقى اخلي مسافة نقطة واصعد واعمل ايه، لما الف اهو بنزل تاني من الوسط وابدأ الخروج بالشكل ده، وهضع الالف المائلة اهو، وضع الحلية بتاعتها، نعمل حركات، ولو عملنا ضم كسر تحت الهاء برضو، لو حبينا نعمل مد فوق اللام ألف بالشكل ده، سكون. نشوف التقنين بتاعنا برضو، هنا الجزء ده مقداره نقطتين، وميل مقدار نقطة، وبين الهاء والألف اللام ألف مقدار ايه؟ نقطة. لو عملنا خط كده احنا هنا كده الجزء ده بيكون في مسافة نقطتين، وهنا في مسافة ايه؟ نقطة. وطبعا الجزء ده بيكون الألف مايلة عن أعلى من الألف المايلة دي، والمسافة هنا من أعلى بتكون مسافة ايه؟ 3 نقاط. وتحت اللام ألف بيكون في مقدار ايه؟ مقدار نقطة. نشوف بعد كده احنا في شكل اللام ألف عمله المرحوم شوقي عليه رحمة الله، يعني عمل الهاء وعمل بعد ما كتب الهاء كده عمل كشيدة، وبعد كده ايه ركب فوقها اللام ألف. خدناها قبل كده احنا برضو كتبناها اهو، نكتبها برضو تاني، منظر جمالي برضو نحاول نكتبه يعني اهو، واعمل كشيدة بالشكل ده واصعد، تمام. هضع اللام ألف من أعلى اهو بالشكل ده، ولف ايدي واجي هنا واقفل واعمل ايه لم الف، وهذه الحلية بتاعت الجزء ده. برضو الشكل ده كتبه المرحوم شوقي، هنلاقيه في الكراسة بتاعته عليه رحمة الله. بعمل هنا مد، بعمل فتح طويل، و هنا بعمل ضم، وعملنا كسر تحت الهاء برضو، لو عملنا هنا المد بالشكل ده، و هنا لو عملنا سكون. لو حبينا نضع بعد كده التقنين بتاعنا برضو، هنا الجزء ده مقدار نقطتين، في ميل مقدار نقطة، وطبعا نزول الهاء مقدار ايه؟ مقدار نقطتين، وهنا في مقدار ارتفاع عن السطح مقدار نقطة. ولو عملنا خط كده هنلاقي فيه هنا في عمق مقدار نقطة، والكشيدة دي بتكون تقريبا 5 نقاط. وزي ما بقول لك يعني انت ما تقيدش نفسك بالنقاط اكتر
من تقييدك بالشكل الجمالي بتاع ايه؟ بتاع الحرف. احنا برضو هنا اللام الف اهو بيكون الجزء ده مرتفع هنا مقدار نقطة، وبرضو هنا بيكون في مقدار ايه؟ نقطتين، وفي الداخل هنا في مقدار نقطتين، ومن اعلى بتكون مقدارها 4 نقاط. وطبعا القاعدة بتاعت اللام الف دي بيكون ايه؟ المسافة بتاعتها مقدارها نقطتين، وشكل الفراغ بتاعها بيكون ايه؟ فراغ مثلث. هنشوف بعد كده احنا ايه حرف الهاء مع حرف الياء. حرف الهاء مع حرف الياء اهو برضو بصعد واعمل الهاء اهو، وهنا بنزل كده زي كأني بعمل ايه في اتصالي مع حرف الميم، وهرجع تاني بنصف القلم تمام، وبعد كده بعمل ايه الياء بالشكل ده، نعمل الفتح ضم بعد كده كسر، نضع حلية هنا الفراغ بالشكل ده، ولو عملنا كسر تحت الياء نشوف برضو التقنين بتاعنا. التقنين بتاعنا برضو اهو بتاع الهاء نقطتين ونزولها نقطتين وميل مقدار نقطة، لو عملنا كده خط هنلاقي هنا في نص نقطة تقريبا، وبين الهاء وبين الياء هنا في مقدار نقطة، والكاسة دي جسم الياء مقداره 3 نقاط، وهنا المسافة دي بتكون مقدار نقطة، وطبعا احنا تحت الياء برضو بيكون في مسافة نقطة، نهاية الياء هنا بيكون مسافة مقدار نقطتين، واحنا ارتفاع برضو الهاء بتكون من هنا لهنا مسافة مسافة نقطتين. طب في ممكن نعمل الهاء وبرضو نعمل الياء اللي هي الياء المرسلة تمام، يعني ممكن نعمل الهاء والياء المرسلة بالشكل ده اهو، برضو الهاء ما فيهاش اي اختلاف، اصعد واعمل ايه الشكل ده، مقدار برضو اسيب مقدار نقطة، وبعد كده هبدأ اعمل ايه الكاسة اهو بتاعتي، نزول واكمل بعد كده، وبعد كده هبدأ ايه في الصعود، والجزء ده نرسمه رسم ايه بسن البوصة. عملنا الحركات وتحت الهاء وتحت الياء، وهنا عملنا ملء الفراغ، ولو حبينا نعمل برضو ضم بالشكل ده. التقنين بتاعنا برضو الهاء مسافة الهاء اللي احنا تعودنا عليها لينا 3 حلقات نكتب فيها، وطبعا المسافة دي برضو نص نقطة، وهنا في مقدار ايه نقطة، وهنا في مقدار ايه نقطة، وطبعا احنا خلاص عرفنا الكاسة نزول مقدار نقطتين، وهنا في مقدار ايه مقدار نقطتين. طيب هنشوف بعد كده احنا نعمل الهاء مع حرف ايه؟ حرف الياء الراجعة، يعني نعمل حرف الهاء مع ايه؟ الياء الراجعة. برفع ايدي في الحالة دي فوق السطر كده اهو، واعمل برضو الهاء ما فيهاش اي اختلاف، عريض وبعد هيك نزول رفيع،
بصعب اهو. وبعد كده هنا الجزء ده بقى هو اللي باخده بالشكل ده، في خروج الجزء ده بيكون مقدار نقطتين، وبعمل حركة شبيهة بحركة المد بس مايلة، وألف إيدي تمام. وبعد كده أكمل الطرف الأخير ده، أديله تقويسة خفيفة. الجزء ده شبيه بالجزء اللي احنا بنعمله في الكاف الثعبانية تمام. وأضع بالشكل ده، وأعمل نقطتين أكون أعملهم إيه نفس العمق بتاع حرف الياء. وهنا عملنا كسر وعملنا فتح أو فوق الهاء أو ضم بالشكل ده. شوف برضو التقنين بتاعنا برضو، هاء مقدار نقطتين وزول مقدار نقطة، وهنا في نص نقطة. خروج الجزء ده مقدار نقطتين، وهنا الجزء ده بيكون مقدار نقطة. ولو عملنا خط كده احنا هنلاقي هنا في فراغ مقدار نص نقطة أو ربع نقطة، وفي النهاية برضو بيكون في فراغ من أسفل، والجزء ده من هنا هنا بيكون مقدار من نقطة ونص إيه لنقطتين. ده كده احنا خلصنا جميع اتصالات حرف الهاء، وبكده يكون خلصنا جميع الاتصالات لجميع حروف خط النسخ. نكتب كده احنا ممكن تمت الحروف، يعني نبدأ اهو بالشكل ده. تمت الحروف، تمت الحروف بالتقنين بتاع الكلمة زيادة الفائدة. الجزء ده مقداره نقطتين، وهو نزوله مقدار نقطتين، وهنا في نصف نقطة بالشكل ده. طبعا احنا هنا في عمق نقطة، والمسافة بتاعتها من 4 نقاط ونص لـ5 نقاط.
تمام. الألف هنا بيكون طوله 4 نقاط، يعني الألف بيكون طوله 4 نقاط، لأن احنا الجزء ده بيكون داخل في الألف من أسفل لأنه مركب. هنا في مقدار نقطة، وطبعا برضو نزول الجزء ده بيكون 4 نقاط. ولو عملنا خط هنا كده هنلاقي الجزء ده مسافته 3 نقاط، وهنا بين حرف الراء بيكون في مقدار نقطة، وطبعا حرف الواو هنا الجزء ده في مقدار نقطتين ل3 نقاط. حرف الفاء برضو بيكون المسافة بتاعته هنا 4 نقاط، وهو لعمق هنا في مقدار نقطة. والرأس بتاعت الواو احنا زي ما خدنا بيكون مقدارها نقطة ونص، ورأس الفاء برضو المقدار بتاعها نقطة ونص، ونزول الراء الجزء ده بيكون مقداره نقطتين، وفي هنا تحت الحاء مقدار مقدار نقطة. وبكده احنا نكون خلصنا أعزائي المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.